اللحظة الأكثر أهمية في السباق الانتخابي تقترب، سيكون ذلك أول لقاء شخصي بين دونالد ترامب وكاملا هاريس، رغم أن بينهما الكثير من التصريحات والاتهامات والإهانات أيضا. على مسرح المناظرة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، سيخرج كل مرشح خلاصة تدريبه على هذه المواجهة. كاملا هاريس لا تزال في معسكرها المغلق للاستعداد، وإن رصدتها الكاميرات وهي تخرج قليلا من فندقها وتؤكد أنها مستعدة. تقول مصادر في حملة هاريس لسي أن أن إن المرشحة الديمقراطية درست جميع المناظرات الرئاسية التي خاضها ترامب، ثلاثة مع هيلاري كلينتون في عام 2016، ومناظرتان مع بايدن في عام 2020، والمناظرة الشهيرة مع بايدن في يونيو الماضي. ويقول مساعدوها إن فكرة المناظرة مع ترامب تسيطر عليها منذ اللحظة التي أنهى فيها بايدن محاولته لإعادة انتخابه نهاية يوليو. ويبدو أن الديمقراطيين يتحسبون كثيرا لهذه المناظرة، هذا ما قاله بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي والمرشح للانتخابات التمهيدية للرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2020. Well, I think the main task will be to make sure Americans understand the difference in visions and are reminded that they already agree with her on the issues that matter most to them. But that's going to be challenging. I competed with her for the Democratic nomination, and I had the honor of being involved in her debate preparations against Mike Pence. She is a very focused and disciplined leader, but it will take almost superhuman focus and discipline to deal with Donald Trump in a debate. It's no ordinary proposition. Not because Donald Trump is a master of explaining policy ideas and how they're going to make people better off. It's because he's a master of taking any form or format that is on television and turning it into a show that is all about him. على الجانب الآخر، تؤكد قناة ABC أن ترامب يحضر بالفعل المناظرة رغم تأكيد مستشاريه إلى أنه لا يحتاج لذلك. كما قالت المصادر إن ترامب على اطلاعه وعلى اطلاع على مناظرات هاريس السابقة، بما في ذلك هذه اللحظة. And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He's going to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. It'd be important if you said the truth. ترامب شاهد هذا وقال إنه لن يسمح أبداً بحدوث ذلك له، الأمر شخصي للغاية. تقول المصادر لـ ABC إن ترامب يعقد جلسات سياسية غير رسمية مع فريق صغير من المستشارين، منهم النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد التي واجهت هاريس بقسوة في مناظرة الديمقراطيين عام 2020، وأيضاً اسم آخر غير متوقع هو النائب الجمهوري المحافظ مات جيتس، وهو الاسم الذي اشتهر بقيادة تمرد مجموعة صغيرة من الجمهوريين في مجلس النواب لعزل رئيس المجلس الجمهوري أيضا كيفن ماكارثي. يذكر أن ترامب طلب من الجمهوريين آنذاك الوحدة، واتصل بجيتس لحضه على التراجع، لكن الأخير أصر على عزل كيفن ماكارثي. ربما أعجب ترامب بروح التحدي فيه، مثلما فعل جيتس أيضا مع كيفن ماكارثي بعد عزله، وذلك في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو الماضي. Hey, you're not, if you took that stage, you would get booed off of it. You would get booed off the stage. He said you would get booed off the stage. What's your response to him? Well, you know, he looks very unhinged. I mean, a lot of people have concerns about him. And I'm not sure if he was on something, but I do hope he gets the help that he needs.